نتوقف اليوم بعد 128 يوما من العدوان وحرب الإبادة التي يمعن بها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة. أصبحنا اليوم أمام كارثة إنسانية وصحية بكل معنى الكلمة. إن الواقع الصحي والإنساني والفظائع، أقول الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة تفوق أي تصور إنساني، وهي أصعب من أي وصف. وبعد كل هذه الأيام الصعبة نجد الأرقام والإحصائيات تفوق معنى الجريمة والإبادة. ووفقا لأحدث الإحصائيات حتى الآن، والتي هي ليست بالدقيقة لأنه لا يزال هناك العديد الموجودين تحت الأنقاض، والعديد كما هند لا نعرف مصيرهم، ولكن فقد بلغ الشهداء إلى الآن أكثر من 28,000 شهيد، وبينهم 7,800 امرأة شهيدة، وحوالي 12,300 طفل فلسطيني شهيد، 12,300، أي ما يعادل 75% من مجمل عدد الشهداء هم نساء وأطفال. كما ارتفع عدد الجرحى لأكثر من 68,000 جريح، إضافة إلى ما يزيد عن 8,200 من المفقودين تحت الأنقاض. إن الوضع الكارثي على كافة الصعد في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا، كما ذكر الدكتور حسام الذي عمل 35 عاما في العمل الإنساني وفي كافة الدول في العالم. إنها كارثة صحية وبيئية، مجاعة محققة، مشردون تحت المطر يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة، مشافي مدمرة ومعطلة نتيجة قصف الاحتلال والنقص الحاد في كافة مقومات عمل مراكز العلاج، وفي كثير من مناطق العلاج انعدام كامل للعلاج والدواء والماء والغذاء. هذا كله، ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس حرب الإبادة على أعين المجتمع الدولي ضد كل شيء في قطاع غزة، ولا زال الاحتلال يزيد على ذلك ويلوح بمزيدا من القتل والدمار والهجوم على رفح التي تأوي أكثر من 1,400,000 نسمة من سكان القطاع، والذين هجروا قسرا من باقي مناطق القطاع. إن دولة الاحتلال تمعن في ارتكاب الجرائم في كل لحظة، وإن الجريمة النكراء مؤخرا بحق طاقم الهلال الأحمر والذي توجه لإنقاذ عائلة رجب، والتي كانت تستغيث عائلة مدنية داخل سيارة مدنية كانوا قد استغاثوا للنجدة من قصف